فيش غاز، ما فيش فلوس، العمل ما فيش، وصلنا إلى حياة ما بعدش حياة خلاص. أنا كنت كهربائي سابقاً، العمل وقف من 2011، خلاص وقفنا زي ما نحن واقفين لما أقى الصندوق. أقول لك أنا أكثر من 500 أسرة اللي تشتغل بالطريقة دي. هذه أول نتيجة إن إحنا عملنا الزرع بعد ما عملنا الجدران هذه. كان من أول قاحل يعني كذا ضعيف، الآن لما بدينا نعمل لين نشوف كيف بدينا. أنا أشتي عمل، مشيت مساعدة بدون عمل، أشتي عمل، شو عمل فيبو، شو أكل من عملي.